يمكن الغزل والنسيج في مصر دي صناعة عانت لسنوات طويلة من الإهمال والتجاهل، وده أدى إلى إغلاق عدد من المصانع اللي كانت بتشتغل تحديدا في مجال أو قطاع الغزل والنسيج. ودلوقتي بنتكلم على مشروع كبير بترعاه وزارة قطاع الأعمال تحت توجيهات من القيادة السياسية عشان توفر فرص عمل في محافظة الفيوم، وهو مشروع تحويل مصنع الغزل المغلق في الفيوم، تحويله لمجمع للملابس الجاهزة. المصنع فضل مقفول على مدار 10 سنوات، وبتتحمل إحدى الشركات التابعة شركات القبضة طبعا الغزل والنسيج تكلفة التحويل إلى مجمع الملابس الجاهزة. تم توقيع اتفاقية بشأن تحويل المصنع لمجمع لإنتاج الملابس الجاهزة، ومن المقرر أنه هيوفر حوالي 4200 فرصة عمل جديدة. المصنع هيضم 14 ورشة لإنتاج الملابس الجاهزة، وده بيتم بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال، وبالتالي نتكلم عن توفير عدد كبير من فرص العمل لأبناء محافظة الفيوم. خلونا نتكلم عن تفاصيل أكتر. معنا على التليفون دكتورة داليا تدرس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام. أهلا بيك يا دكتور، صباح الخير. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، صباح الخير. اهلا بيكي. مصنع زي ده هو يعتبر ثروه لابناء محافظه الفيوم، اعاده تشغيله مره ثانيه وتوفير فرص العمل هو يعني باب امل وباب رزق كمان، لانه هيوفر عدد كبير من فرص العمل. بس عايزه اقف عند نقطه انه كان مغلق لمده 10 سنوات، كان ايه سبب الاغلاق لمده 10 سنين؟ السبب الاغلاق الحقيقه كان تقادم الالات. حضرتك عارفه صناعه الغزل والنسيج ليها فتره ما حصلش اي تطوير للالات، وحصل تقدم في الالات المستخدمه في الصناعه ديت، وما كانش في تمويل متاح انه يحصل تحديث للالات اللي موجوده في المصنع، فده كان السبب. خطه التطوير اللي بيشهدها قطاع الغزل والنسيج دلوقتي قايمه على تجميع المصانع في عدد اقل من المواقع لاسباب تتعلق بالكفاءه والانتاجيه، ففي عدد اقل من المصانع بتشتغل لإنتاج كميات أكبر يعني من الإنتاج. فهذا المصنع، معلش يا دكتور أنا آسفة على المقاطعة، لكن ممكن توضح لنا يعني إيه تجميع في مكان واحد أو في عدد أقل من المصانع؟ يعني الشركة القبضة كان بيدفعها مثلا 32 شركة، دلوقتي أصبح تم دمجهم في 9 شركات، فبتبقى مجمعات كبيرة بدل عدد متناثر من المصانع الصغيرة. يعني عملية دمج بحيث ان هي ما تبقاش من فروع صغيرة او يعني مصانع صغيرة، لكن بتبقى في شكل مجمعات كبرى بس تكون بالزبط. عددها اقل. اتفضلي. بالظبط، لاغراض يعني وفرات الحجم والنطاق وكده. فهذا المصنع كان مغلق من ايه يعني شكل التطوير المفروض هيبقى عليه المصنع بعد اعادة افتتاحه مرة تانية، خاصة بنتكلم في 14 ورشة لانتاج الملابس الجاهزة؟ هو كان مصنع كبير تم تقسيمه ل 14 ورشة عشان كل ورشة يبقى قائم عليها رائد أعمال قادر إن هو يعني يشغلها بنفسه، ده تشجيعا للتشغيل. محافظة الفيوم من أعلى المحافظات من حيث البطالة، فيها بطالة إناث كتير. صناعة الملابس الجاهزة بتشغل الفتيات اللي سنهم صغير، فمناسب جدا إن احنا نعمله في المكان دوت. تنمية ريادة الأعمال، إنه لو جبت مصنع كبير ووليت عليه حد يعني رائد اعمال صغير هيبقى صعب ان هو يبقى مسؤول عنه، انما الورش الصغيره كل ورشة صغيرة. هل ده من معايير هل ده من معايير اختيار العاملين في هذا المصنع او الورش انه يكون رائد اعمال، ولا كيفيه اتاحه الفرص ازاي؟ اصل احنا بنتكلم على حوالي 4200 فرصه عمل، فكيفيه اتاحتها ازاي خاصه لو بنتكلم على تمكين المراه ايضا؟ الاول حابه بس اوضح انه ال 4000 دول كلهم فرص مباشرة، إنما طبعا في فرص عمل غير مباشرة هتنتج عن إن المصنع يشتغل، يعني في ناس هتشتغل على النقل، على توريد الآلات، على توريد الخامات، فال 4000 دول الحقيقة هيبقوا أضعاف كمان بسبب الفرص غير المباشرة. حابة هنا كمان أشير إلى إن المشروع ده بيقدم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. في مشروع علشان الناس اللي بتاخد تكافل وكرامة يتحولوا إلى أصحاب رزق، يعني عندهم شغلة وبتورد لهم رزق شخص منتج يفضلوا ياخدوا معونة من الدولة. طب في كم عدد تقريبا يعني بنتكلم في الناس او سواء بقى كانوا سيدات او رجال كانوا من خلال بياخدوا تكافل وكرامة ودلوقتي مشتركين في هذا المشروع واصبحوا اشخاص منتجين تقريبا يعني؟
هو المشروع لسه ما ابتدئش، هم لسه ما اصبحوش، بس العدد اكبر من كده بكتير اللي كانوا بيحصلوا على معاش تكافل وكرامه في محافظه الفيوم. هيتم تطبيق معايير معينه عليهم لاختيار ال 4000 سيده اللي هيشتركوا في المشروع. طب البدايه الفعليه بقى على ارض الواقع هيكون امتى ان شاء الله؟ اول سبتمبر، اول ديسمبر باذن الله. 4000 سيده، يعني فرص العمل المتاحه هتكون كلها للسيدات؟ صناعة الملابس الجاهزة بطبعها للسيدات، طبعا هيبقى في حاجات تانية بتخدم عليها، بنتكلم على قص، بنتكلم على مكوى، بنتكلم عن تعبئة وتغليف، دول ممكن يشترك فيهم الرجال. طب ومستلزمات بقى الإنتاج، يعني التفصيل والقص وزي حضرتك ما بتقولي ده كله هيبقى من خلال السيدات، بنتكلم بقى على في العديد من المستلزمات لهذه الصناعة. صحيح. الحصول عليها هيبقى إزاي؟ أو توفيرها هيبقى إزاي؟ الممارسات الطبيعية لمناقصة والناس تتقدم بيها. لكن مفيش هناك، مفيش مصانع، انا اللي اقصده ان مش هيبقى في مصانع مثلا تعمل صوصة زراير، مش عارف ايه، حاجات اللي هي متطلبات انتاج ملحقة بهذا المجمع. لا، المشروع دوت تفصيل بس. هيبقى ملحق بيه بس بعض الخدمات اللي هي بتوفر على السيدات ان هم يشتركوا فيه، زي حضانه مثلا عشان السيدات يسيبوا فيها اطفالها عشان يقدروا يروحوا الشغل. انما مش مصانع للمستلزمات. طب تكلفه الانتاج يا دكتوره داليا قد ايه، او تكلفه التطوير لهذا المشروع كانت قد ايه؟ تكلفه تطوير المكان ده وتقسيمه الى ورش صغيره، ويعني تطوير البنيه بتاعت المصنع، كانت حوالي 63 مليون جنيه. كل الشكر طبعا دكتورة داليا تدرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام، كل هذه المعلومات.